الصواعق. احنا متخصصين في انتاج وتصنيع انظمه منع الصواعق، فهمنا بقى بالراحه يعني ايه انظمه صواعق، اهميتها ايه، الخطر اللي ممكن نواجهه لو ما حطيناش هذه الاعمده في كل مشروعاتنا. في البداية، هو الصواعق حاجة من الحاجات اللي موجودة في طبيعة ظاهرة طبيعية من الظواهر اللي موجودة. بيبقى في شحنات موجودة نتيجة العوامل الجوية موجودة في السحب نتيجة تغيرات المناخ. الصاعقة بتدور على أي مسار تفريغ لأنها بتعتبر شحنة كهربائية محتاجة أنها تتفرغ في أي مسار من المسارات. تعمل كوارث. طبعاً الصاعقة دي بتبقى ليها قدرة تفريغ ممكن توصل ل 550 متوسط 550 ألف كيلو فولت، وده بيختلف من مكان لآخر، ولكن رحمة ربنا في التطبيق 550 ألف كيلو فولت. 550 ألف كيلو فولت ده يفجر مباني يا باشمهندس. ده يفجر مباني، بس بيبقى التأثير بتاعها تأثير لحظي، وبالتالي نبقى عايزين نعمل الحماية المتكاملة من التأثير اللحظي ده. أقدر أعمل ده إزاي؟ أقدر أعمل ده تبقى فيه عندي مواصفات عالمية أو استندارات عالمية بتقولي إزاي أقدر أتعامل ده تبقى للأكواد والاستندارات، أحقق فيها الشروط الأمن والسلامة. إزاي أعمل التوصيف؟ إزاي أعمل حاجة اسمها الريسك أناليسيز أو حسابات تحديد المخاطر الخاصة بالمبنى، وأشوف المبنى ده المخاطر بتاعته بتلزمني بتركيب المنظومة بتاعت الصواعق ولا لا، تبقى لشوية شروط موجودة. الكود أو المواصفات بتسألني عن ارتفاع المبنى، وبتسألنا على نسبة الإشغال الخاصة بالمبنى. المبنى ده بيبقى فيه استخدام متواصل طول السنة permanent factor ولا هو seasonal، بيبقى عندي الاستخدام موسمي. على سبيل المثال المدارس. كل معلومة مهمة وانت بتعمل أنظمة منع الصواعق. مظبوط. كل واحدة من دول بتفرق في ان انا هل بحتاج صواعق ولا لا، وفي حالة ان انا محتاج صواعق انا في انهي المستوى من مستويات الخطورة. عندنا النهاردة نظام الصواعق الأمريكي اللي حضرتك قلت لي ده نظام علمي واي حد في العالم يقدر يصنعه. مصبوط. وعندنا نظام فرنساوي بنركب ده وبنركب ده حسب ما الاستشاري هو اللي قايل بيدينا التوصيف. مظبوط. ايه الفرق بينهم؟ الفرق ما بينهم ان احنا في الجهاز الفرنسي بنتبع الكود الفرنسي اللي هو ده بنستورده من فرنسا. بنصنعه في مصر. اللي بنستورده من فرنسا هو جهاز بيتبع الكود الفرنسي اللي هو الان اف سي 1702، وده بينص على ان احنا بنركب الجهاز ده طبقا لارتفاعات معينه، وبيبقى فيه منه اكتر من نوع، وبيديني قطر حمايه معين. قطر الحمايه ده بيتحدد قطر كبير او صغير بناء على مستوى الخطوره. مستوى الخطوره شديد الخطوره فبيبقى قطر الحمايه صغير، وبالتالي بنحتاج لاكتر من جهاز لنفس المبنى. هل ده اقوى؟ علميا لا. ايه حكايه ان هو بيمسك الصاعقه او بيجيبها من السماء؟ هو واخد توصيف اسمه اير الاستريمر ايميشن، وهو السبق المبكر للامساك بالصاعقه. بيبقى عامل نظريه تاين الشحنات فوق الجهاز بحيث انه يبقى عامل مسار جاذب للصاعقه اللي موجوده في الجو، وبالتالي الصاعقه لما تلاقي الشحنات الموجبه اللي هي بتدور عليها تبتدي هي اللي تروح ليها، او الجهاز يبتدي يعمل سبق. يعني دي زي مصيادة بالظبط. دي المصيادة بتاعت الصواعق بالظبط. وبالنسبة للجهاز الأمريكي اللي بنصنعه في مصر، الجهاز الأمريكي هو عبارة عن توصيف أمريكي مطابق للمواصفات العالمية الـ NFPA 780، وده أعلى هيئة للفاير بروتكشن على مستوى العالم، وبيعتد بيها في جميع الـ القطاعات السيادية على مستوى العالم. بتوصف إن إحنا عندنا رد نحاس من النحاس الخالص من نوع اسمه الإلكتريك كفر سي 11000، دوت بيبقى بيحقق لنا الكوندكتيفيتي انها تكون بيور كوندكتور، ويقدر يعمل عمليه الامساك بالصاعقه عن طريق منظومه التركيب.